الإخوة والأخوات المشاهدون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الفقه يمان. في هذه الحلقة يجيب على اتصالاتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ الدكتور نصر بن محمد السلامي، أستاذ الفقه وأصوله في جامعة الإيمان. أهلا وسهلا بك شيخ نصر، حياكم الله. حياكم الله ورعاكم. نستقبل المشاهدين الكرام اتصالاتكم واستفساراتكم عبر الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا. شيخ نصر، درجة العادة في برنامج الفقه يمان أن نبدأ بالتنبيه على بعض السلوكيات الخاطئة التي تحدث في رمضان. في رمضان يعني عند الإفطار الدعوة مستجابة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الملاحظ أن الناس في هذا الوقت ينشغلون عنه، إما بمشاهدة التلفزيون أو بتحضير وجبة الإفطار أو بالكلام أو بالخروج إلى الأسواق. يعني ما تنبيهكم حول هذه النقطة شيخ؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، في البداية أحييكم جميعا وأحيي الأخوة المشاهدين، وأسأل الله عز وجل في هذا الشهر الكريم أن يجعلنا جميعا من المرحومين والمغفر لهم. للأسف الشديد في شهر رمضان ترى كثير من الناس ينشغلون قبل صلاة المغرب، ولذلك تجد الأسواق مزدحمة والسيارات مستعجلة والنساء مشغولات بإعداد الطعام في البيت، مع أنه وقت عظيم وله فضل، لأن الإنسان الآن سيقبل على وقت أذان المغرب وقت الفطور، يعني نهاية يوم صيامه، والعبرة بالخواتيم، فاختام اليوم ينبغي أن يكون موافقا لحال الصائم، وحاله هو الطاعة والعبادة. فنحن ننصح جميع الصائمين والصائمات أن يستغلوا الفرصة التي هي من بعد العصر، خاصة في هذا اليوم يوم جمعة فيه ساعة لا يدعو المسلم فيها بدعاء إلا استجاب الله تعالى فيه الدعاء، وعند العلماء أنها أرجح الأقوال أنها بعد العصر إلى غروب الشمس. ففي هذا الوقت يحبذ للصائمين قبل غروب الشمس أن يقبلوا على الله عز وجل بالدعاء والذكر وأذكار المساء. أذكار المساء ثابتة طبعا في رمضان وفي غير رمضان، ووقتها من بعد العصر إلى غروب الشمس. فكيف الإنسان صائم والإنسان محتاج إلى أن يدعو الله تعالى؟ نحن كلنا فقراء إلى الله، كما يقول الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وما دمنا نحن فقراء إلى الله، مع ذلك أننا في حاجة إليه أن ندعو في كل أمورنا. المريض يحتاج إلى أن يدعو الله تعالى بالشفاء، الفقير يحتاج إلى الله فيدعوه بالغنى، الذي يريد أن يتزوج فرصة أن يدعو الله تعالى، الحاجة الأصلية وهي الفوز بالجنة والنجاة من النار ومغفرة الذنوب في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا ترد، ومنها دعاء الصائم. والإنسان بيصوم من فجر إلى المغرب، في هذا الأوقات كله تمشي عليه في انشغالات، في وظيفة، في عمل، فأفضل وقت للدعاء هو قبل غروب الشمس عندما يفطر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أدعية عند وقت فطوره: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذه الأدعية تدل على أهمية هذا الوقت. لكن قد ربما نجد النساء يعني قد لا يستطيعن يتفرغن في هذه اللحظات للذكر والدعاء بسبب الانشغال بإعداد الطعام، ولكن يمكن للمرأة وهي تعد أن تدعو، أن تستغفر، أن تذكر الله، أن تراجع وتكرر أذكار المساء، فيحصل البركة في طعامها ويستجيب الله دعاها. ولا يمنع أن يبقى 10 دقائق 5 دقائق تجلس الأسرة معا قبل أذان المغرب ويدعو دعاء جماعي. جزاكم الله خير. طيب نأخذ بعض الأسئلة. هناك سائلة تسأل يا شيخ، يعني هل يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها يعني مقدار حاجتها إذا كان الزوج مقصر في حقها، وإن لم يكن مقصر في إعطائها ما تريد، ما حكم ما تأخذه؟ يعني هذه المسألة حساسة، لا بد أن تكون مضبوطة بقاعدة لا ضرر ولا ضرار. الأصل أن الإنسان هو صاحب المال ويتصرف فيه بإرادته كاملة، لكن المال هذا الذي عند الإنسان هو ملزم أن يصرفه وفق ما يريد الله، والله سبحانه وتعالى قد أوجب في مال الإنسان حقوق، من هذه الحقوق حقوق الزوجة، حقوق الأبناء التي هي واجبة على الأب وعلى الزوج باعتبار أنه الراعي المسؤول على من ينفق عليهم. نعم. وكذلك حق الفقراء. لكن الإسلام إذا
رأى أن هذا الشخص الذي عليه حقوق لغيره ولم يؤدي حقوقهم أعطى الإسلام هؤلاء حق أن يأخذوه منه، ولكن بضوابط. أولا أن يثبت أن هذا فعلا مقصر وليس الدعوة باطلة، قد تكون المرأة مسرفة والزوج يعني راتبه وقدرته على الإنفاق قليلة وهي مسرفة فتعتقد أن لها حق زائد. لا، أول شيء نتأكد أن الرجل مقصر أم لا، والمقصر هو الذي يمنع الواجب. طيب، فإذا ثبت أنه مقصر فعلا يحق للزوجة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها بالمعروف، وهذه فتوى أفتى بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت هند بنت أبي سفيان بعد أن أسلمت رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكوه من أبي سفيان ومن كونه شحيحا، فقال لها خذي لك ولولدك بالمعروف، ما يكفيك بالمعروف. فقال ما يكفيك، إذن حتى الكفاية اللي هو الواجب. الشرط الثاني بالمعروف اللي قبله شحيح. أيوة، لأنه ثبت أنه شحيح طبعا. هي قالت أنه شحيح. والشحيح في اللغة هو الذي يمنع الواجب. الذي يمنع الواجب. فلما ثبت أنه شحيح وعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه شحيح وأنه لا يؤدي حقها، فسمح لها أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف، خاصة إذا كان الزوج يعني قد يكون متزوج امرأة أخرى وقد يمنعه يعني الإنفاق على زوجته الأولى وأولادها جهل، غضب، زعل، عدم عدل. في بعض الناس هكذا يتزوج بامرأة ثانية ويترك الأولى في القرية ويهملها ويعطي الأولوية لزوجته الأخرى وأولادها الآخرين، وهكذا قصور. فالأخرى تبقى مظلومة. فالشرع قال لها خذي، إذا كان عندك فرصة أنك تأخذي من ماله ما يكفيك بالمعروف ولا ضرر ولا ضرار، وهي من باب الضرورة، ولأن الأصل الزوج الذي ينفق. فما دام من باب الضرورة فهناك قاعدة تقول الضرورة تقدر بقدرها، فتحذر المرأة أنها لا تنفتح فتأخذ من مال زوجها ما يؤدي إلى طلاقها ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاك الله خير. سائل آخر يسأل عن موضوع هل تدفع زكاته للجامع، يجوز له أن يدفع زكاته إلى المسجد بحيث يعمل فراش أو يشتري صوتيات لصالح جامع من الجوامع القريبة منه؟ هذه المسألة تكلم عليها الفقهاء سابقا بكلام واضح، وقالوا أن الزكاة لا تصرف في المساجد، لا تصرف في المساجد. وإحنا عندنا مشكلة في اليمن خاصة في بعض القرى، ربما في المدن الناس يعني إذا فتح باب التبرعات تجد التجار، في بعض القرى ما غير معروفة والناس فيها فقراء، في يريدوا يوسعوا المسجد أو يفرشوا أو يضيفوا أي إضافة في المسجد ما فيش من يتبرع لهم، فيقول لك من الزكاة، وهذا غير صحيح. الزكاة لها مصارف ثمانية ذكرها الله سبحانه وتعالى وحددها، ولا ينبغي تجاوزها. وبعض الناس ربما يتوسع في قوله في سبيل الله، في سبيل المقصود بها الجهاد في سبيل الله، وما يقوم مقام الجهاد من نشر الدعوة إلى الله، نشر الدعوة إلى الله. المساجد يمكن تخرج الزكاة إليها بطريقة ثانية مش إليها. مثلا واحد سألني قبل بعد الجمعة اليوم، مثلا لإمام المسجد أو مؤذن في المسجد أو سدنة المسجد على أساس أنهم فقراء، فيصرف لهم من باب أنهم إيش فقراء، فينتفع المسجد يوجد له من ينظفه. طيب نستأذنك في أخذ بعض الاتصالات. معنا أم محمد من صنعاء. أم محمد من صنعاء تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الله يرضى عليك. تفضلي الشيخ معك. معك الشيخ تفضلي بسؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ايش تسأل الشيخ ابني؟ نعم الشيخ معك تفضلي. الله يستر عليك، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يحفظك. تسألك من سأل الزكاة حق الأولاد؟ زكاة؟ أيوة. ألو. أيوة زكاة الأولاد. كم يصدق عن الكفال في رمضان المفروض؟ تقصدين زكاة الفطر؟ زكاة الأولاد كم في رمضان؟ كيف يعني، هل تقصدين زكاة الفطر التي تخرج عنك وعن أولادك؟ أيوة. طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. الأخت نوال من صنعاء. نوال من صنعاء تفضلي. ألو. أيوة نوال تفضلي. نوال من صنعاء. لو سمحت يا شيخ،
نعم وعليكم السلام، تفضلي بسؤالك اختي نوال. الشيخ يعني ما حكم اللي يتكلم خطيبها؟ يعني ما قد اجت عادي الخطوبه. تسمعين الجواب. معنا متصل اخر الاخ محمد من تعز. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام، تفضل يا محمد. شهر كريم ان شاء الله. ان شاء الله علينا وعليك. الله يبارك لكم ويبارك بقناتكم ان شاء الله وكل العاملين عليها. شيء بس اسالها الشيخ. تفضل الشيخ معك. هل يجوز للمرأة الحائض مثل قراءة القرآن في رمضان؟ وكيف يعني؟ وبأي كيفية؟ طيب يأتيك الجواب. معنا متصل آخر أم عمر من سنعاء. أم عمر تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أنا عندي ثلاثة عيال ما أدري من يعولهم وأنا مقتدرة، هل تصح الزكاة على عيالي تبها لعيالي؟ لأني لا عم لا أخ لا جد لا أخ لا. أنت مقتدرة وأولادك صغار أم كبار؟ لا نفس ما بيشتغلوا يدرسوا عدم صغار. صغار. وتريدين أن تدفعي الزكاة لهم؟ هل تصح أنني أجد زكاتي لعيالي؟ طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. معنا متصل آخر. نوال لديها سؤال آخر، تفضلي يا نوال. نوال السؤال الثاني، تفضلي يا نوال. السؤال عن زكاة الرحم يعني. أيوة أيوة معاكي. شوف قال يا شيخ عن قطيعة الرحم، يعني في معنا أخت هكذا يعني من أب هي متزوجة وهي مجاطعة لدي، بس إحنا طاعة لأمي وأبي، إذا وصلنا أحلامي ويعني من دون ما تدري أمي تدعي علينا، تقول لها تواصلي مش من الربائي، بينما مشاكل كذا، وأختي كمان من أب، يعني على رأس طيب. ولا هي طاعة لوالدي. تأتيك الجواب يا نوال. معنا متصل آخر عمر من حضرموت، تفضل يا عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال لو سمحت يا شيخ. تفضل بسؤالك. السؤال يا أخي شيخ، عندنا أنا في قبل يومين تقريبا أذن المؤذن أذان المغرب تقريبا قبل الأذان بعشر دقائق. أيوة. ويعني أخطأ كذا، هو الأذان 6:13 دقيقة، أذن 6:03، فأفطر بعض الناس هو المؤذن ما كمل الأذان، يوم يعني عندما كان في نص الأذان نبهوا الناس ووقف، وبعض أفطر الناس على يعني على أذانه، معناها دارين يعني على حكم، ما ندري يعني حكم الناس هذول اللي يفطروا يعني. طيب يأتيك الجواب إن شاء الله. ناخذ متصل آخر معنا الأخ عبد القوي من الحديدة. أيوه عبد القوي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شهر كريم وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. نحن زين يا سيدي، نحن مشتينا عارف يعني الحجر ما عليه تفطر وما تفطر شهر رمضان. طيب تسمع الجواب. طيب نجيب على الأسئلة التي بين أيدينا يا شيخ. كان معنا المتصل الأول أم محمد من صنعاء تسأل عن زكاة الأولاد كم، تقصد بها زكاة الفطر عنها وعن أولادها، ومتى تخرج بالمناسبة يعني. زكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان ووقتها إلى قبل صلاة العيد، وهي واجبة على كل نفس، ولكنها تجب على من يعول. فهذه المرأة هل هي تعول أولادها أم أن هناك زوج يعولها؟ المفروض أن الزوج أو الأب هو الذي يعول الأبناء ويدفع زكاة النفس عن نفسه وعن أولاده وعن زوجته. نعم. ولكن قد تكون هي العائلة ربما فهي تسأل، فنقول زكاة الفطر عن كل نفس هي صاع من قوت البلد، صاع من قوت البلد. كان قوت البلد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم التمر، الشعير، البر، واليوم نفس القوت لكن يمكن يزيد مكان الرز. ويجوز عند بعض العلماء إخراجها بالقيمة، وكل دولة بتحدد القيمة،
ما أدري كم حددوا عندنا في اليمن 300 ريال تقريبا على النفس، لكن الأولى إخراجها من قوت البلد للفقراء، لأنه في فقراء في الأرياف خاصة ما يجدوا عندهم دقمة العيش، يحتاجون إلى رز، يحتاجون إلى قمح، يحتاجون إلى شعير. وإن أخرجتها مالا؟ فإن أخرجتها مالا فلا بأس به، خاصة إذا رأت أن هناك فقراء من الجيران قد يكون عندهم الطعام وليس عندهم المال ما يشتروا به الملابس للعيد، فلا بأس بذلك. وتقدر تقديره تقريبا في حدود 300 ريال عن كل نفس. جزاكم الله خير. أخت نوال من صنعاء تسأل عن حكم التحدث مع الخطيب، تحدث البنت مع خطيبها. يجوز أن المرأة تتحدث مع خطيبها عبر التلفون ولا مباشرة، ولكن بدون خلوة. يعني بشرط عدم وجود الخلوة، يعني أن يكون هناك أبوها موجود، أخوها، وأيضا الحجاب الشرعي. الحجاب الشرعي إلا الوجه والكفين فلا بأس. وهل العبارات مثلا ضابط معين؟ أيوة، لابد أن يكون الحديث يخلو من الكلمات التي فيها نوع من تحفيز الشهوة، أيوة، أو المداعبة التي قد تدفع إلى الوقوع فيما لا يجوز، وهذه تهيج المشاعر. أيوة نعم. فالخطيب علاقته بمخطوبته لا زالت علاقة حجز، يعني كما يقول، وليست علاقة زواج. فلا يجوز له منها إلا أن يراها في وجهها وكفيها فقط. الكلام يجوز ولكن في حدود الآداب الشرعية، بدون خلوة، بدون أكثر كلام في التلفون بما لا يليق، لأنه الكلام الفاحش، وخاصة تفاصيل أن تذكر المرأة بعض تفاصيل الجسدية للخطيب لا يجوز. جزاك الله خير. محمد بن تاز يا شيخ كان يسأل، هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن؟ وإن لم يجوز لها فكيف تعمل؟ هو المشهور عند العلماء أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن وأن تمس القرآن. بعد ذلك هناك من العلماء من قال أنه يجوز لها أن تمس القرآن، لأن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون مقصود به الطهارة من الشرك، وهذا مذهب الإمام الشوكاني ورجحه بعض العلماء المعاصرين. ولكن يمكن المرأة أن تقرأه بحاجز، تفعل على يدها قفاز وتقرأ من أما هذا باللمس. اللمس والقراءة نفس الشيء، القراءة يجوز، لأنه خاصة المرأة الحائض إذا امتنعت عن القراءة 7 أيام 8 أيام وهي ربما تكون حافظ القرآن تريد أن تراجع القرآن، فقد يؤدي ذلك إلى تفلت القرآن منها. فلذلك أجاز العلماء أن تقرأ المرأة بدون مس، وإذا احتاجت إلى المس فتمس القرآن بدون إيش؟ بدون مباشرة، وإنما عن طريق القفازين. والقراءة من المصحف أو من التليفون؟ من التلفون جائز، لأنه ما هوش مصحف التلفون. التلفون، الكمبيوتر، هذه الوسائل الإلكترونية اللي تقوم على الذبذب الكهربائي هذا لا بأس بها. إنما المنهي فقط عن المس القرآن المباشر، المصحف نفسه. فالحل أن تقرأ وتفعل على يديها قفازات أو تستخدم الأساليب الإلكترونية اليوم. نعم. معنا أم عمران من صنعاء تسأل أن عندها 3 عيال أو أولاد وأولادها صغار، هل يجوز لها أن تدفع الزكاة لهم؟ هل معنى ذلك أن الأب لا ينفق عليهم؟ من هو الذي بينفق؟ من هو المسؤول على النفقة عليهم؟ إذا كانت هي المسؤولة شرعا وقانونا على النفقة على أولادها، هي تقول أنها قادرة طبعا، هذا شيء، القدرة شيء، لأن قد قالت أن عليها زكاة، فمعنى ذلك أنها قادرة. نعم. لكن السؤال، لأن الإنسان يجوز له أن ينفق على أقاربه ما لم يكن هو العائل عليهم، العائل لهم الذي يجب أن ينفق عليهم شرعا وقانونا. فإذا كان المرأة قادرة وزوجها فقير وهو المفروض أن ينفق عليه وينفق على أولادها وهو فقير، ولذلك لا يستطيع أن يغطي احتياجات الأولاد وهي عليها زكاة، فيمكن أن تخرج زكاة مالها لزوجها ولأولادها، لأنه لا يجب عليها أن تنفق على أولادها ولا على زوجها. لكن قد أحيانا قد تكلف شرعا بالنفقة على أولادها حينما لا يكون لهم عائل إلا هي. فإذا أصبحت قادرة وأصبحت هي العائلة لهم شرعا وقانونا لا يجوز لها أن تنفق أبدا عليهم. أما إذا كان زوجها هو ينفق ولكنه فقير ولا زال هناك حاجة، ويعتبر الأب فقير والأولاد فقراء وهي غنية وعليها زكاة، فيمكن أن تنفق وتعتبر زكاة ومقبولة إن شاء الله. نوال يا شيخ أيضا من صنعاء سأل السؤال الآخر بأن لديها إحدى الأقرباء وهي متزوجة من شخص آخر وهي من الأرحام،
تقريبا أخت أبوها، وإذا وصلتها فإن أمها تغضب عليها وتدعو عليها وكذا، فهل تطيع أمها في عدم وصل قريبتها أم تصل قريبتها ولو أغضبت أمها؟ إذا كانت هذه القريبة رحم، نعم، هي أشارت على أنها صلة الأرحام واجبة شرعا، ولا ينبغي لأحد أن يمنع أحدا من واجب شرعي ولو كان المانع أب أو أم، لأن الشريعة الإسلامية ضبطت طاعة الوالدين وطاعة الأمراء في المعروف وفي غير معصية الله. هي أخت من أب طبعا تعتبر رحم، رحم ما دام أختها من أبوها هذا رحمها، نعم، أختها شقيقتها، فلا يجوز، وعليها أن تعصي أمها. لكن إحنا نستخدم دائما الأسلوب الحسن، نجمع، الشريعة الإسلامية ليس فيها أي تعارض، بس أحيانا الأمهات والآباء يستخدموا حقهم في الطاعة بأسلوب خاطئ فيأمروا بمعصية الله، فعليها أن تحسن الأدب مع أمها وتقول لها يا أمي طاعتك واجبة وحقك الشرعي ذلك، لكن صلة الرحم أيضا واجبة، فلا تجعليني أقع في أحد حرجين، إما أن أعصيك وإما أن، فتعالي نحن جميعا نستجيب لأمر الله ونخضع ونسلم لأمر الله، وأمر الله تعالى أمرنا بصلة الأرحام حتى لو كان هؤلاء الأرحام كفرة، حتى لو كانوا كفرة نبر إليهم ونحسن إليهم بدون أن نحب كفرهم ومعاصيهم، وإنما البر والإحسان. فهذه فما السبب؟ تقول له ما هو السبب؟ قد تكون مثلا ربما الأم مانعة بنتها من صلة الرحم، أخت لأب لأنه من امرأة أخرى، أيوة، قد تكون دافع فقط الغيظ والخلافات الشخصية، وقد تكون بعض الأمهات تدفع مثلا لأن تلك المرأة سيئة أو عقيدتها فاسدة وتخشى من الانحراف، فيمكن تحذرها، أما أن تمنعها أو تضبط العلاقة تصبح علاقة محدودة بالعلاقة الرحم وعلاقة الواجب الشرعي، وليس العلاقة التي تؤدي مثلا إلى بعض المفاسد، كانت الأم تخشى مفاسد لأنه قد ربما تخشى مفاسد معينة، فعليها أن تحصرها في حدود أداء الحد الشرعي. جزاك الله خير شيخ. نأخذ المتصلين اللي معنا. معنا عبده من السعودية على الهاتف، تفضل يا عبده. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي عندي سؤال. تفضل أخي. يا أخي عندي أنا طبعا موجود في السعودية. أيوه. ألو. أيوه معك. أنا موجود طبعا في السعودية، في السعودية. وعندي من المال طبعا، تمام، ايوه، وأدي الزكاة، يعني هل أزكي عليه في المملكة العربية السعودية أو خارج المملكة العربية السعودية أو في اليمن، يعني عادي يعني؟ طيب يأتيك الجواب يا عبد. ألو، معنا أم شيماء من صنعاء، تفضلي يا أم شيماء. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت أكلم الشيخ. الشيخ معاكي، تفضلي. الله يحفظك، خواتم باركة يا شيخ. أنا وعليكم إن شاء الله. الله يسر عليك. أشتي أسأل، معي بنتي مخطوبة ويكلمها خطيبها بالتلفون، وأنا زعلانة ما أشتي في المواصلة كذا، بس أحيانا تقول أنا كلمت ذا وأنا خايفة من أنا اللي بكون مسؤولة عليها ومتحمل ذنبها. طيب إن شاء الله، والله يستر عليك. وانا اشي اقول لك ان معي ايتام، وبرضه انا صلحت لهم بيت من جمعيات، وبرضه انا دبرت لهم عمل حاجات وبيع لهم صلحت لهم بيت، بس اخاف انه لو مثل لك حاجة، انا صلحت الحمد لله بيتي اللي يعني، بس لو في حاجة اخاف ان من الخوف من رحم الراحمين اني ما اصلك حاجة من ناحية الاكل لنا ولا الحاجة من حق لهم، هل يحق لنا؟ لا، لم يتضح الاستفسار الأخير يا أم شيماء. ليش؟ ماذا قلتي؟ ما هو السؤال؟ أنا قلت لك اللهم صل على محمد. في موضوع أيتامك وما قدمتي لهم جزاك الله خيرا، ما هو السؤال المحدد؟ أنا صلحت لهم بيتين، والله داري بكم متحملت، وللآن أنا متحمل ديون، بس أحيانا تكون لي من الجمعية دحين في رمضان حاجة وأكلها وأنا وياكم، ولا أخذت حاجة فلوس، بس أخشى أنه حرام علي أنه يكون من حق عيالي. تأخذين مما يعطون لصالح هؤلاء الأيتام. أيوة،
ولا كل انا وياكم في البيت. انت تعتبرهم ادبر لهم بيتين معهم الحمد لله. تعتبرهم ايتام هم هم يعني اولادك او ليسوا اولادك؟ ايوه اولادي بس ابوهم متوفي وانا واقفه عليهم من يوم تيتموا. طيب ان شاء الله تسمع الجواب. معنا ايضا متصل اخر محمد من شبوه. تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معنا أيضا. يا طيب يا شيخ يا شيخ يعني ما حكم من أمس من أمس أمس ليلة رمضان جنب من دخل عليه النهار وهو جنب لم يقف إلى الصباح. طيب محمد من تعز أيضا. تفضل يا محمد. محمد بن تعز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا محمد. يا سيدي معانا واحد تعبان من فضل المرض خبيث. أيوة. يقول له يفطر وأبان يفطر يعني يحاول أن يفطر حتى المرض يعني يتعب عليه شديد. ما هو ما هو المرض يا محمد؟ مرض خبيث من سرطان مرض. هل منعه الأطباء من الصيام؟ مرض مريض بالسرطان مصاب شديد يعني بالسرطان. الصيام يؤثر عليه يعني؟ يعني هل يجوز أن يصوم؟ الصيام يؤثر عليه؟ سؤالي هل يعني يجوز أن يصوم أم يفطر؟ طيب هل يؤثر عليه الصيام أم لا؟ الصيام يؤثر عليه يمرضه. طيب إن شاء الله. يعني العلاج يستخدم علاج لكن يعني يهدي يعني العلاج. طيب يأتيك الجواب إن شاء الله. معنا أيضا متصل محمد من صنعاء. تفضل يا محمد. عفوا نشوان من صنعاء. الو. ايوه نشوان تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله حياك الله. الو. ايوه الشيخ معك تفضل. الو. نشوان من صنعاء الشيخ امامك ومعك تفضل. يا استاذ يمكن نسأل الشيخنا الكريم. على الرحب والسعة تفضل. يا استاذي. تفضل تفضل. تقدمت انا يوم من الايام لبنت عمي وكنت حافظ القرآن. ايوه. عندما تقدمت لها فاتني ماشي مطوع. تمام مرت الايام وبركت في احد الجمعيات وحفظت القرآن. وبعد مدة تقدمت لها مرة اخرى. فقالت عمتي لديه أمها قالت عندما يا ابني يكون معك وظيفة أو لديك بيت فنزوجك. اكتشفت فيما بعد أنهم يبحثوا عن المال وأنا الحمد لله دخلي ميسور. فماذا رأيكم في هذا الكلام في من يرد أشخاص من أجل المال فقط؟ طيب بإذن الله تعالى تسمع الجواب. معنا أحمد من البيضاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أحمد. يا أخي معايا سؤالين. تفضل. السؤال الأول يعني أمرة يعني ولدت يعني قبل 50 يوم لحد الآن 50 يوم يعني ضمها بعد يوم وتصفى ولكن لحد الآن 50 يوم يعني هل تصوم ولا تستمر؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني يا اخي معايا برمي الحب. ايوه برمي الحب يعني يمكن فيها حوالي 2.5 كذا وطار حمنا هل تجي فيها الزكاة لان يقدر على حولهم هل تجي فيها الزكاة؟ طيب طيب متصل اخر ابو محمد من عدن. ابو محمد تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ العزيز. الشيخ معك تفضل. ما حكم التقبيل في نهار رمضان
وهل إذا حدث إنزال من قبل الرجل والمرأة يسترسل؟ طيب نجيب على الأسئلة التي بين أيدينا. أبو محمد من إب. أيوه تفضل يا أبا محمد. محمد تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله يعافيك. نسأل الشيخ عن أنه أنا كنت انتهيت عن البيت. أنا ما أنا قطع لي معنى من الهاتف يا أبو محمد. واصل سؤالك لو سمحت. وأسرتي ما انتبهوا إلا وهو يقيم الصلاة. أنا كنت غايب عن البيت عفوا. أيوة وهم يسحروا. أيوة وهم يسحروا طبعا. أيوة فما حكم أنه الآن يعني يجوز لهم الصيام أو أنهم يقضوا يوم؟ كنت غايب عن البيت وهم يتسحرون يعني بعد الأذان. نعم. طيب ما حكم صيامهم؟ طيب بين أيدينا مجموعة من الأسئلة يا شيخ. سنسمع إلى إجابتك عن كل هذه الأسئلة، لكن اسمح لنا واسمح لنا المشاهد الكريم أن نخرج إلى فاصل قصير كما يشير المخرج، ثم نعود ونجيب على أسئلتكم. ابقوا معنا مشاهدينا. الفقه يا مان